ازيكم عاملين ايه؟ كله تمام يا رب تكون كل حاجه تمام وزي الفل وعال العال. طيب شككوك في انه هيحصل تعمير في سيناء وحصل تعمير في سيناء، شككوك في انه مش هيحصل اتساع في رقعه مصر الزراعيه وحصل اتساع في رقعه مصر الزراعيه، شككوك في انه مشروع مجمعات اساله الغاز ده مش حقيقي وانه ده كذب وانه بيضحك علينا واحنا لازم كلنا نبقى شايفين وقعدوا يشككوا، في الاخر خالص طلع انه مجمع اساله او مجمعات اساله الغاز اللي اتعملت كانت حقيقية ومهمة ومربحة، بل هي واحدة من أهم الحاجات اللي اتعملت في بلدنا، ده على سبيل المثال ولا الحصر. شككوك في منتدى شرق المتوسط والاستكشافات البترولية واستكشافات الغاز الطبيعي اللي بتتعمل في شرق المتوسط، وتقال لك ده بيضيعوا وقتهم وهيضيعوا فلوس البلد، فاكتشفنا انه بأمر ربنا سبحانه وتعالى بتجيب لنا عائدات محترمة وكبيرة، وأصبح العالم هو اللي بيجي لنا بيقول لنا والله احنا عايزين غاز من عندكم، وخصوصا بعد الحرب الروسية الأوكرانية. طيب شككوك في ايه تاني؟ شككوك في المشروعات اللي بتتعمل للإسكان الاجتماعي، فلقينا الناس بتستلم الشقق بتاعتها وانه التقسيطات على فترات طويلة جدا وانه الأسعار مهودة، لما تيجي مهودة جدا بالمناسبة لما تيجي تقارنها بأسعار القطاع الخاص او القطاع الاستثماري، لانها معمولة كإسكان اجتماعي وده واحد من أدوار الدولة على سبيل المثال. شككوك مثلا على سبيل المثال في مسألة قدرة الدولة على انها تتحكم في سعر صرف العملة الصعبة قدام الجنيه، وفي الآخر خالص أدينا شايفين الوضع القائم قدام حضراتكم كل يوم، شايفين الدولار قاعد عمال بيواصل نزيف الانخفاض إذا صح التعبير، أو على الأقل إن الجنيه بيستعيد عافيته، ده التعبير اللي أنا أفضل استخدامه. شككوك في رأس الحكمة، طلعت رأس الحكمة حقيقية. شككوك في عائدات المكاسب الأولى أو التدفقات المالية الأولى من رأس الحكمة وده حصل حقيقة، وهكذا. شوف أنا سردت لك كام حاجة كلها قالوا عليها كذب طلعت في الاخر خالص حقيقه، يبقى مين الكذاب؟ طب هو عاوز ايه؟ هو مش عاوز اي حاجه غير ان هو طول الوقت يفقدك الثقه، هو مش عاوز اي حاجه غير ان هو طول الوقت يشككك، هو مش عاوز حاجه غير ان هو طول الوقت يخلي حالتك المعنويه صفر. وبالتالي لو حالتك المعنويه صفر انت مش هتشتغل، انت مش هتنتج، انت مش هتفكر، انت مش هتكبر، انت هتبقى طول الوقت عندك حاله كآبه، في سحابه من الكآبه تخيم عليك. بنتكلم على ايه؟ بنتكلم ودي أخبار منشورة وحضرتك تقدر تتابعها، أكبر المكاتب الاستشارية العالمية بدأت في إعداد مخططات مدينة رأس الحكمة. يعني بدأنا نشتغل، القصة مش في إنه طيب اتعمل الاتفاق وبعدين سكتنا، لا لا لا، ده احنا بدأنا نشتغل واجتماعات بتتعمل، وحضراتكم شفتوا وزير الاستثمار الإماراتي السيد محمد السويدي، وموجود وزير الإسكان المصري الدكتور عاصم الجزار، وموجود رئيس الحكومة دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. يعني الحاجات بالمناسبة بتتعمل قدام حضراتكم عيانا بيانا. أدي الاجتماع، أدي الاجتماع، ده اجتماع شركاء النجاح، ده اجتماع شركاء المستقبل قدام سيادتك. مش بقول لك حاجة في البعيد، مش في الركن البعيد الهادي وفي نفس المكان في النادي، اهو حضرتك شايف قدامك الاجتماع، الشريكين الطرفين الشقيقين كله قاعد وبيتكلموا. طيب معانا على التليفون دكتور محمد البهواشي استاذ الاقتصاد بجامعة قناة السويس وطبعا الخبير الاقتصادي المرموق، اهلا بيك يا دكتور. يا اهلا وسهلا بيك يا فندم. ازاي الصحة؟ كله تمام؟ نحمد الله على كل حال. الحمد لله. مبسوطين جدا طبعا. لا ده احنا مبسوطين بوجود حضرتك معانا. دكتور محمد، عايز يمكن حضرتك تشرح لنا او تحلل لنا اهمية مشروع استثماري بحجم مشروع رأس الحكمة، عندما نقول انه مهم للاقتصاد المصري، مهم للسياحة المصرية، مهم للصناعة، مهم للزراعة إلى آخره. دكتور محمد الخط قطع. طيب على كل، لما هتيجي تفكر بالراحة ودون أن ندخل حتى في تفاصيل قد لا أعلمها في النهاية خالص، احنا ما عندناش نصوص الاتفاق يعني، لكن في النهاية في كل ما أعلن بيقول الآتي، احنا بنعمل مخطط ضخم جدا لهذه الاستثمارات. طيب هذا المخطط بطبيعة الحال لما انت تيجي تبص على الخريطة، ودي أي حد يقدر يعمل، هتيجي تبص على المنطقة بتاعت رأس الحكمة وهتروح باصص قدامها كويس أو تحتها تحديدا في الجنوب، هتجد ان في مشروع ضخم جدا زراعي عاملاه مصر وبتشتغل عليه بقالها سنتين، هتلاقي انه في مجمعات صناعية معمولة أيضا، هتجد انه هناك ارتباط ما
بين راس الحكمة بالتأكيد وما بين مدينة العالمين الجديدة اللي اتبنت فيها جامعتين كبريتين، منها جامعة العالمين الأهلية ومنها الأكاديمية البحرية أو الأكاديمية العربية، ده على سبيل المثال. فأنت بتتكلم على كل الطرق على سبيل المثال البرية العادية اللي هي طرق السيارات، 10 حارات يمين 10 حارات شمال توصل لحد راس الحكمة، في عندك قطار كهربائي فائق السرعة يوصل أيضا إلى هناك، بيتعمل هناك كمان مطار في جنوب المدينة. يعني أنت بتتكلم هناك على نسق مدينة، نموذج لمدينة، مش بنتكلم على مجموعة من القرى السياحية. الموضوع كبير. معانا مرة تانية على التليفون دكتور محمد البهواشي، أهلا بك يا دكتور مرة تانية. يا أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ يوسف. أهمية هذه الاستثمارات أو أهمية هذا النموذج الاستثماري لو حبينا نستخدم المصطلح ده، أهميته للاقتصاد المصري ومستقبل المنطقة في هذا الجزء من الساحل الشمالي. طبعا زي ما حضرتك تفضلت، هو نموذج للاستثمار الاجنبي المباشر في وقت، يمكن بقول لحضرتك وقت استثنائي، تراجعت فيه اغلب الاستثمارات الاجنبيه على مستوى العالم نتيجه الازمات المتصاعده على مستوى العالم والاحداث الجيوسياسيه. لكن مصر النهارده بتحدث الطفره في هذا النموذج تحديدا في حجم، يمكن نقول النهارده ان اكبر نموذج لتدفقات استثمار اجنبي مباشر في تاريخ مصر بالكامل. بتكلم على استثمار اجنبي، اعتقد ان هو البدايه وليس النهايه. النهارده بتكلم على مشروع هو البدايه لاحياء المنطقه الشماليه الغربيه اللي كانت مهمله لعقود من الزمن، النهارده بنشوفها في دائره الضوء في مشروع كبير جدا، اعتقد ان هو سيكون اهم مشروع سياحي على البحر المتوسط بالكامل وليس في مصر فقط. النهارده هذا المشروع اقتصاديا هو سيكون محرك لعجله الاقتصاد لكافه القطاعات الاقتصاديه في مصر، لانه هو ليس مشروع منغلق على نفسه، هو فيه هيخلق حاله من التكامل ما بين كافة القطاعات الاقتصادية اللي بتمتليها مصر، سيقوم على الموارد المصرية، سيتبني على الأيادي المصرية، الشركات القطاع الخاص والقطاع الحكومي هتكون هي اللي هتنشئه، القطاعات الزراعية والقطاعات الإنشائية والاتصالات والمطارات، كل دوت هو اللي هيقوم عليه هذا المشروع. فعشان كده بقول المشروع ده في حد ذاته هو نموذج، وسيحدث الطفرة اللي كان زي ما قالت دولة رئيس الوزراء، اللي هو سيعيد المسار للاقتصاد المصري للوضع الذي يستحقه. الخطوات الاستباقية اتخذتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية من خلال ثورة إصلاحية، إصلاح هيكلي، إصلاح اقتصادي، إصلاح في البنية التشريعية، حتى يصبح الاقتصاد المصري بيئة خصبة للاستخدام المستثمر الأجنبي، إصلاح في الهيكل البنية التحتية بالكامل. ويمكن ده النقطة دي تحديدا اللي بنعول عليها، اللي أصبحت رأس الحكمة بوضعها الحالي. رأس الحكمة لو سوقنا لها من قبل 4-5 سنين كان هيبقى صعب جدا التسويق ليها، كان هيبقى القيمة للاستثمار يمكن ممكن يكون عشر أو أقل من العشر هذا الرقم. لكن البنية التحتية اللي الدولة استحدثتها، اللي بتكلم على القطار الكهربائي اللي كلنا بنتكلم وسمعنا فقه الأولويات، وسمعنا ناس كتير تسميت عقول المصريين للمشروعات القومية اللي تم استهدافها، الطرق اللي اتعملت، ايه لازمة، ما الداعي من طريق 10 حارات في المنطقة دي، ما الداعي من منطقة من محطة الضبعة النووية، ما الداعي من البنية التحتية في هذه المنطقة، كل هذه الأمور، ما الداعي من العالمين، كل هذه الامور هي اللي وصلت، ما الداعي هي دي اللي وصلت وسلطت الضوء على امكانيات هذه المنطقه. فعشان كده بنقول هو نموذج ناجح ناجح ناجح، ويمكن هو دوت اللي دايما بينغص على اعضاء مصر ان في مشروع نجح بالفعل. اللي بنشوفه النهارده اللي بيثبت كل يوم نجاحه التدفقات او استلام مصر للمبالغ نجاح في حد ذاته، اللي احنا شفناه النهارده من اجتماع دوله رئيس الوزراء مع قاده الامارات واختيار موضع واماكن باذن الله المطار، كل هذه الامور بيقول ان احنا على الطريق الصحيح، الطريق الخطه بتنفذ بسرعه جيده جدا. اعتقد ان هي رساله طمأنه، زي ما هي رساله طمأنه للداخل المصري والمواطن المصري اللي هو كان عنده ثقه بطبيعه الحال في امكانياته ومقدرات وطنه. النهارده بنقول ان في رساله ثقه للمستثمر الاجنبي اللي كان بيترقب هل يضخ استثماراته ولا يستنى شويه، الدولار بيرتفع. طب ده كلام ممتاز جدا، انا من الناس اللي بتحب دايما توصل النقط ببعضها وتاخد الخط على امتداده. حضرتك ذكرت انه
مثلا على سبيل المثال المجمع النووي لمفاعلات الضبعة، ده على سبيل المثال انه كان من ضمن الاسباب المهمة اللي شجعت الاستثمار في منطقة راس الحكمة. لما اجي اخد نفس الخط برضو على امتداد اخر، انا شفت انه الحكومة بتوقع مذكرة تفاهم مع شركائنا واصدقائنا الصينيين لاقامة منطقة صناعية عملاقة على ضفاف البحر المتوسط. هل اقدر اوصل النقط بالطريقة دي بانه حصل راس الحكمة او حصل هذا الاتفاق التاريخي، فيبدا الصينيين هم كمان يتشجعوا اكتر ان هم يدخلوا، بس عاوزين يعملوا استثمارات على سبيل المثال الضبعة عندنا في معانا فيها شركائنا من روسيا الى اخره. اقدر اوصل النقط ببعض فيصبح الامر منطقيا؟ خلينا نقول لحضرتك دايما كنا احنا مثل كلنا عارفينه، البعيد عن العين بعيد عن القلب. لما نمسكها اقتصاديا، البعيد عن عين الحكومه مش هنشوف استثمار. اللي احنا شفناه هو احيانا الدوله او اربان نظرت بعين العين الاقتصاديه والعين الاستراتيجيه لهذه المنطقه ان هي فيها مقومات النجاح ومقومات كثيره ليست سياحيه فقط، بتكلم على السياحيه. يمكن احنا شفنا دوله سياده الرئيس وهو بينظر المنطقه الغربيه بما لديها من مقدرات تجعلها منطقه انطلاق للاقتصاد المصري. النهارده بتكلم على السياحه، على صناعه، على تجمعات صناعيه، على العمق في المنطقه الغربيه الى ان وصلنا الى سيوه والافصاح عن ما تمتلكه هذه المنطقه من ثروات معدنيه. فبنقول الامور مرتبطه بعضها البعض. النهارده الدوله وهي بتنتهج في الصيف الماضي فكر خارج الصندوق وبتسلط الضوء على الامكانيات السياحيه لمدينه العالمين الجديده في اسبوع كان هنقول ابتدينا فيه من حيث انتهى الاخرين. احنا بنتكلم النهارده في تنافسيه في سياحيه في المنطقه، لا احنا ابتدينا من حيث انتهى الاخرين. اعتقد هذا الصيف الماضي كان ليه دور كبير جدا على تسليط الضوء على ما تمتلكه هذه المنطقه من مقومات سياحيه. صحيح. طبعا الدوله بقى كانت الاستباقيه، وخليني اقول النهارده ان الدوله تحملت كثيرا فيما يعني كلنا تكلمنا وكلنا تحدثنا وكل الناس افتت وكل الناس قالت فقه الاولويات ومادة زي ما قلت حضرتك ماده كثيرا. النهارده ان عرف السبب بطل العجب، احنا عرفنا السبب النهارده مع توقيع هذه الاتفاقيه. ليه ايه ده؟ ايه الداعي من الطريق صحيح. الدولي وايه الداعي؟ كان لازم تتعمل بنيه اساسيه كبيره وعملاقه علشان تقدر او علشان نقدر نشجع بيها الاستثمار في المنطقه. انا بشكرك جدا جدا يا دكتور، كل الشكر دكتور محمد البهواشي استاذ الاقتصاد بجامعه قناه السويس وخبير الاقتصادي الكبير والمعروف. مفيش حد بيجي يستثمر كده، لازم يكون في بنية متكاملة علشان اجي استثمر. يعني انت متصور ان انت ممكن مثلا حضرتك تاخد بعضك وتروح تشتري بيت في قلب الصحراء ما بيوصلوش ولا طرق ولا مية ولا كهرباء ولا صرف ولا في مدارس ولا في جامعات هتشتري البيت ليه؟ طب لو قلتلك ما تشتريش البيت وتعالى اشتري لي حتة ارض، هتقولي برضو اعمل بيها ايه؟ الاستثمار هو نفس المسألة. طيب خليني هاخدك وهروح على موضوع تاني الناس كلها كانت قاعدة بتتكلم فيه، وإن كنت أنا من الناس اللي بتسعد بده جدا. مسألة إنه الفيسبوك عطل. أنا راجل ماليش في السوشيال ميديا، ما بحبهاش، عندي ما بيني وما بين السوشيال ميديا حساسية، وبالتالي ما عنديش أي حساب على أي موقع أو منصة من منصات السوشيال ميديا. المهم إن اللي حصل إنه فجأة الناس لقت نفسها بتطلع بشكل غير طوعي لوحدهم كده من على فيسبوك، بيتعمل لهم تسجيل خروج. الله، طب ايه اللي بيحصل؟ طيب من ناحية تانية حصل برضو عطل فني في شركة فودافون، وهي واحدة من الشركات العملاقة والتي تستثمر في مصر بقالها سنين، لأنه فودافون صلحت العطل الفني بتاعها وقالت انها هتقوم فورا بتعويض كافة العملاء المتضررين. معايا على التليفون المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. أهلا 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 ورمضان كريم مقدما. الله أكرم يا يوسف، وأهلا بيك وأهلا بمشاهدين الساتعة. زي حضرتك يا فندم، كله تمام؟ كله زي الفل الحمد لله. طيب احنا كده هناخد بعضنا هنطلع سن بره الشركة المتحدة ونرجع لأصل الدراسة والأكاديمية والخبرة الطويلة في الاتصالات والتكنولوجيا. ايه اللي حصل في قصة الفيسبوك دي؟ طيب فيسبوك اللي حصل انه قعدنا ساعتين من غير خدمات فيسبوك والماسنجر وانستجرام.
قعدنا ساعتين على اختلاف المستخدمين. في مستخدمين في العالم خرجوا من 3 خدمات، في مستخدمين خرجوا من 2، في مستخدمين ما حسوش وبعدين حسوا في الاخر. المهم ان في مئات الالاف من المستخدمين المسجل حتى الان، مش عايز اقول ملايين، المسجل حتى الان انه مئات الالاف من المستخدمين سجلوا عند فيسبوك ان كان عندهم مشكله. اوكي. هو متوقع انهم ملايين لان العطل كان في العالم كله. حلو. اللي حصل ان على حسب الرصد، لان المتحدث باسم ميتا طلع من ساعتين وقال ان ميتا بتقول ان حصل بعض اللخبطه في الخدمات اللي هي بتقدمها، وان المستخدمين كانوا متضايقين، وان هو بيعتذر عن اي مضايقه سببها هذا للمستخدمين. هذا فقط ما خرج من ميتا رسميا حتى الان. انما الوسائل التكنولوجيه الحديثه للتدقيق في الشبكات العالميه ما بقاش زي زمان. دلوقتي اي عطل يحصل في اي حته نقدر نعمل له تراكنج او تتبع، ونعرف هو العطل ده بيحصل فين وبيحصل ازاي، والتفاصيل الفنيه بتبقى موجود جزء كبير جدا منها. اللي حصل ان على حسب ما النتورك تراكنج مورينا ان في مجموعه من السيرفرز المختلفه، ولازم نقول ان الخوادم الرئيسيه لشركه ميتا هي نتورك كبيره جدا من الخوادم موجوده في العالم كله. كويس. وان عندهم مسارات بديله لما يحصل اي حاجه في اي حاجه في اي سيرفر منهم يقدر يروح لمسار اخر، وبالتالي ما يحصلش توقف للخدمات غير يعني يمكن هفوه من الثانيه. انما اللي حصل ان اللي حصل ده اللي احنا شفناه على التراكر ان سيرفرز ابتدت تقف، وان سيرفرز ابتدى يبقى باين عليها وكان في هجمات سايبرانيه بتحصل على السيرفرز ديت. وخليني برضو ابقى واضح معاك، لما بتحصل هجمات سايبرانيه المجموعات الخاصه بالامن السيبراني في اي شركه من الشركات وما بالك منها تكون ميتا طبعا بيقوم قافل السيرفرز ديت دون اي انتباه لمين مستخدم ومين بيستخدمها ومين بيعمل ايه. بيشات داون بسرعه علشان ما يتعملش اختراق. بيقفل عليهم لان زي ما احنا عارفين ميتا عصب البيزنس بتاعها هو الاعلانات. طبعا. فهو ما عندوش اي استعداد انه يحصل له دربكه، الدربكه دي تؤثر على الحصيله اللي بيحصل عليها من الاعلانات، والحصيله اللي هو بيحصل من الاعلانات منها بيحصل عليها 24 ساعه 7 ايام في الاسبوع، فهو ما يقدرش ان هو يجازف بده. صح. عشان كده هو اما قفل وخرج الناس بره النتورك، وما كانش بيسمح للناس انها تدخل، يعني حتى لو حاولت انك انت تدخل تعمل لوجين زي ما بيقولوا من على صفحتك، عشان تخش بتلاقي كانك ما عملتش حاجه، هوا يعني تكتب ما تكتب، تكتب يوزر نيم وباسورد بتوعك وتكتب، هو كانه مش حاسس بيك اصلا. هو الحقيقه هو فصلك اصلا بره النتورك، هو فعلا مش حاسس، ما كانش حاسس بالناس وهي بتعمل هذه المحاولات. ولما هو تاكد من ان هو قادر على رجوع النتورك ابتدى يرجعها، ورجع في خلال ساعتين تقريبا، يعني انا اعتقد ان حوالي 90% من الناس رجعت بعد ساعتين. انما طبعا في خلال الساعتين دول في بلاتفورمز ثانيه كانت لو هتويت سابقا، وكان في واتساب كان شغال. واتساب ده واحد من منتجات ميتا برضه. صحيح. الجروبس اللي موجوده بصفه عامه، الجروبس اللي موجوده خلتنا نتفرج على سلوك اونلاين ما شفناهوش قبل كده. المستخدمين بيقولوا لبعض انا جربت ادخل دلوقتي ما عرفتش ادخل، فيرد عليه واحد تاني من جروب هو ما يعرفوش يقول له انا كمان حاولت ادخل دلوقتي ما عرفتش. فابتدى السلوك الجمعي للمستخدمين في العالم انهم بقوا بيكلموا بعض للاستخدامات اللي موجوده على الشبكه. ده ما كانش موجود زمان. فالنهارده ده بقى بيشكل على الشركات اللي بتشتغل في المجال ده انها تبقى زي ما بيقولوا منتبهه طوال الوقت
لان اي حاجه ممكن تؤثر، لان كمان بقى موجات الشائعات بتطلع في خلال 3 ثواني، يعني في ثانيتين كانت الناس بتقول اوعى تغير الباسورد بتاعتك، اوعى تدخل الباسورد بتاعتك اكثر من مرتين. انا شفت على جروبس ناس بتقول ما تدخلش على فيسبوك لمده 3 ايام. الناس بتقول حاجات الحقيقه كلها ما انزل الله بيها. ايوه انا 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 شفت فويس نوتس قاعده عماله بتسيركيوليت على واتساب. انا جات لي الفويس نوتس انه محدش يدخل الكريدنشلز بتاعته، بيتعمل سايبر اتاك، ده في هاكرز مش عارف عملوا ايه. بقى في بقى اساطير وافلام قاعده عماله بتتعمل. انا طبعا ميت على روحي من الضحك. واسماء ناس، ولازم يقول لك في وسط الاسم بتاعه انه خبير كذا كذا. ايوه وانا يعني انا جات لي من الفويس نوتس اللي هي مجموعه، هي دي اللي جات لي ان هو حد خبير مهم جدا مش عارف. ايوه بالظبط، هو خبير مهم جدا، وقال ان هو خبير في اول المسجد واخر المسجد. ايوه فالحقيقه ان الحاجات اللي زي كده، يعني مع اعتذاري لكل خبراء السايبر سيكيورتي، احنا لما بتحصل حاجه زي كده انت لا تستطيع ان تكون متاكدا من معلومه انه ده سايبر اتاك غير لما ميتا تعلم بنفسها. غير كده بيبقى ضرب من الخيال وكلام الناس بتتنقله، وبيبقى في جزء كبير جدا منه اشاعات للوهم، او لان انا ابين ان انا مهم وان انا عارف وان انا عالم ببواطن الامور ولدي القدره الفنيه لمعرفه الاشياء. طب جات لك الفويس نوت بتاعه انه الهجوم اللي على ميتا هو نفس الهجوم اللي على فودافون، انه نفس مجموعه بقى الهاكرز بقى بيضربوا ميتا وبيضربوا فودافون. دي المسج اللي ضحكتني. المسج اللي ضحكتني كانت ان يا جماعه اللي حصل الصبح في فودافون شفته، دلوقتي ميتا بيغطي عليه. فاللي هو ايه ده الكلام اللي الناس بتقوله ده؟ مش ممكن. الحقيقه بما انك ذكرت اللي حصل في فودافون، لازم يعني لازم اذكر هذا، لان دي شركه وطنيه، هي شركه عالميه، انما فودافون مصر هي شركه وطنيه. صحيح. كل زملائنا المصريين برئيسها كلهم مصريين. صحيح. والحقيقه ان هم بيؤدوا اداء عظيم، وعندهم حوالي 48 مليون مستخدم. فاحنا بنتكلم على شركه قويه لها بنيه اساسيه تحتيه كبيره جدا وقويه جدا، فما نقدرش ان احنا نقول ان هم حصل لهم لخبطه ووقعوا. لا، هو اللي حصل، وانا تواصلت مع بعض الزملاء في مراكز مهمه في فودافون، وعرفت منهم تقريبا ايه اللي حصل. هقوله لك باختصار عشان ما اطولش عليك. لا بالعكس. اللي حصل ان هو فودافون بيعمل زي كل شبكات العالم، بيعمل ما يسمى بالابجريد، اللي هو التحديث للشبكه. فكان بيعمل ابجريد لل4 جي. الابجريد بتاع ال4 جي ده له اجراءات. الاجراءات دي بتبتدي مثلا من الساعه 1 صباحا للساعه 4 او 5 صباحا، اللي هو الوقت اللي بتكون النتورك فيه هاديه جدا، وهو بيقدر يعمل ده بسهوله. عملوا الابجريد لان شركه فودافون فيها ما يسمى بالكواليتي، اختبارات الجوده. اختبروا جوده الشيء اللي هم عملوا له ابجريد، فلقوا ان هو مش على نفس السكيل اللي هم عايزينه. يعني هم لو عايزين 10 من 10 هو طلع 9.5 من 10. فقالوا لا، مش هنعمل الابجريد ده، هنرجع النتورك زي ما كانت، وبعدين نبقى نعمل الابجريد بعدين بعد ما نتاكد من التحسينات المظبوطه. هايل. اجراء يحدث في كل شبكات العالم. رجعوا الدنيا للشبكه اللي هي ما قبل. لما رجعوا كانت الناس صحت من النوم. فالناس صحيت منه ما لقتش شبكه. فانت لما بيجي لك لما تصحى من النوم ما تلاقيش شبكه، لو ما عندكش حد في البيت على نفس الشبكه ديت، هتتصور ان تليفونك اللي فيه مشكله. صح. فهتبتدي تعمل ايه؟ تجرب تفتح النتورك وتقفل النتورك وتطلع لقدام وتفتح تاني وتخرج السيم كارد وتعمل ايروبلين مود وترجع تاني وتقفل الداتا وتفتح الداتا. كل حركة حضرتك بتعملها من دول، انت بتبعت اشارة لشبكة فودافون تقول له انا عايز كذا، بعمل اوفرلودنج على الشبكة طول الوقت. فبقى في ملايين المستخدمين صحيوا الصبح لقوا مفيش شبكة، فملايين المستخدمين دول هجموا على الشبكة. فلما هجموا على الشبكة بيظهر عند الناس
اللي بيقوموا على اداره الشبكه وصيانتها ان في شبه هجوم. هو مش هجوم، هو الحقيقي ان هو هجوم الكتروني وليس هجوم من اجل القرصنه او اي حاجه من دول. فاللي بيحصل ان هم بيعملوا ايه؟ حاجه من اتنين، يا اما يبتدي ياخد النتورك اجزاء، يا اما يقفل الحته بتاعت الفور جي. عشان كده في ناس كتير قوي كانت بتقول لك روح اعمل التليفون بتاعك 3 جي هتلاقيه اشتغل. هو دي كانت حقيقه، هو كان بيشتغل في الفور جي، فهو خرج الناس من الفور جي شويه عشان خاطر هو يعرف يشتغل ويرجع الشبكه تاني. الحقيقه يعني لازم اقول ان الكفاءات الفنيه المصريه اللي موجوده في شركاتنا الاربعه صحيح للمحمول كفاءات عظيمه، لان اللي حصل النهارده في فودافون لو كان حصل في اي شبكه اخرى في اي بلد ثانيه فيها ربع عدد المستخدمين ما كانتش قامت قبل 8 9 ساعات. الحقيقه ان فودافون نجح، وان في اقل من 3 ساعات يرجعوا كل حاجه زي ما كانت ويرجعوا المستخدمين زي ما كانوا، وان الناس تبتدي تستخدم الشبكه وما تحسش باي حاجه، بدليل ان المستخدمين دول حسوا بان فيسبوك وقع لما وقع. صح، اللي هو جات لهم الفويس نوتس ازاي؟ ما هو خلاص كده الشبكه رجعت له تاني. يعني عمليا اللي حصل انه وكان حصل تدافع جوه بوابه هي حيزها قد كده المستخدمين للتاكد من ان الشبكه شغاله. اوفر اللي عملوه فودافون ان هم يعني زي ما نقول قللوا الترافيك قوي وبعدين رجعوه تاني ورجعت والدنيا رجعت مظبوطه وتمام. وده ليس له اي علاقه لا من بعيد ولا من قريب بميتا ولا فيسبوك ولا اللي حصل في فيسبوك والكلام ده، الا انها كانت فرصه حلوه عشان نسمع صوت حضرتك. ودي دي فرصه عظيمه ان انا اكون على التسعه دي، دي حاجه تشرفني يا رب. يخليك يا فندم، كل الشكر ليك يا باشمهندس حسام، وكل سنه وحضرتك طيب مره ثانيه، ورمضان كريم عليك وعلينا جميعا يا رب. المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للاعمال بالشركه المتحده للخدمات الاعلاميه. تعالوا بقى نروح لفاصل بعد كل نظريات المؤامرة اللي حصلت النهاردة، والحق ده الهاكرز دخلوا على ميتا، الحق ده الهاكرز دخلوا على فودافون، يعني المسألة طلعت كلها في شنك، المسألة مش كده على الإطلاق زي ما احنا فهمنا وسمعنا. بالمناسبة المهندس حسام صالح واحد من أهم مهندسي الاتصالات والتكنولوجيا في مصر، وكان ليه تاريخ طويل جدا في واحدة في مجموعة بصراحة من أكبر الشركات العالمية إلى أن أصبح واحد من أعمدة الشركة المتحد، عشان برضه تبقى فاهم يعني ليه احنا بنتكلم. على كل، تعالوا نروح لفاصل ونرجع نكمل الكلام. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ كله تمام؟ الاسعار بدات في النزول ولا ما بداتش في النزول؟ بدات في النزول. الاسعار بدات في النزول، بتنزل بانخفاضات تدريجيه. بدات تنزل بانخفاضات تدريجيه، في حاجات نزلت 10%، في حاجات نزلت 15%، في حاجات نزلت 20%، في حاجات نزلت تقريبا حوالي 25% على استحياء. حلو، طيب خلينا نتابع هذا الانخفاض او هذه الانخفاضات في الاسعار، وخد بالك انه ما بين قوسين ثقيلين مهمين، توجيهات رئيس مجلس الوزراء بالإفراج عن كل البضائع الموجودة في الجمارك المصرية، ما إعطاء الأولوية لإيه؟ أيوة، للسلع الغذائية والأدوية. طيب شعبة الزيوت بتقول يا جماعة حصل بالفعل انخفاض في سعر لتر زيت الطعام بالأسواق من 100 ل80، ده معناها انه الانخفاض تقريبا حوالي 20%. خلينا ناخد معانا على التليفون الاستاذ السيد بسيوني، عضو شعبه الزيوت باتحاد الصناعات. اهلا بيك يا فندم. اهلا استاذ يوسف، اهلا بيك. كل سنه حضرتك طيب والساده طيب. المصريين كلهم بخير ان شاء الله، ورمضان كريم على حضرتك وعلى كل الناس يا رب، وعلى الامه العربيه كلها والاسلاميه. اخبار الزيت يا فندم في الاسواق؟ والله يا فندم الأسواق كلها النهاردة شعبة الزيوت وكل المصانع والمنتجين خدوا قرار بتخفيض أسعار الزيوت تقريبا من حوالي من 15 ل 25%. حلو.
وده كان من الأخبار الجيدة جدا. وحصل النهاردة السادة المستهلكين على مستوى الجمهورية، كل مواطن في معارض أهلا رمضان وكلنا واحد على مستوى الجمهورية، عظيم. كان في إقبال كبير جدا جدا جدا، كان غير متوقع، وحقيقي لقينا فيه سعادة وفرحة في وجه المستهلكين على مستوى المعارض من خلال غرفة العمليات اللي عملها الشركات الزيوت، وإقبال الحمد لله وفي رضا بفضل ربنا يعني. الحمد لله والشكر لله. أصل حضرتك يعني إيه، إحنا مقبلين على صيامين، يعني المسلمين هيبدأوا الصيام يوم الاثنين لشهر رمضان المبارك، وأهلينا المسيحيين هيبدأوا الصيام برضو يوم الاثنين بس الصيام الكبير، فالإقبال على الزيوت هيبقى مهول والطلب هيبقى عالي. إحنا جاهزين يا أستاذ يوسف الحمد لله. أحب أطمن حضرتك وأحب أطمن السادة المشاهدين إن جميع مصانع الزيوت على مستوى الجمهورية عندهم كميات كبيرة بالمواني، وفي كميات موجودة داخل المصانع ولدى السادة الموزعين، وعندنا كميات زيوت بتكفينا أكثر من 3 شهور، يعني معناها بعد عيد الأضحى المبارك بإذن الله. وكمان من الأخبار الكويسة بعد تخفيض الأسعار النهاردة، احنا كنا عاطين تعليمات في معارض اهلا رمضان وكلنا واحد ان اي حد من السادة المستهلكين بياخد ازازة او اتنين او علبة سمنة واحدة او اتنين. النهاردة عطيناهم تعليمات ان المستهلك اللي عايز احتياجاته في حدود 4 ازايز 5 ازايز ما تترددش ادهم له على طول. ايش لان ده ايه الفتوح ده كله؟ ده يا فندم احنا في الاخر عايزين نسعد الشعب المصري بدخول شهر رمضان. وعلى فكرة احنا من سنة 2016 لما جينا بدأنا نعمل مبادرة اهلا رمضان برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومبادرة كلنا واحد برعاية برضو فخامة الرئيس من خلال وزارة الداخلية بالتنسيق معهم، ملتزمين مع قبل رمضان على الاقل ب10 او 15 يوم بيتم عمل دراسات للتكاليف في كل أسعار الزيوت والمسح النباتي، بحيث يتم تخفيض خلال شهر رمضان المعظم. وأيضا كمان بيتم قبل عيد الأضحى المبارك نفس تخفيض الأسعار. طيب ده رائع، يعني أنا النهاردة أروح أهلا رمضان أقدر أخد 4 أزايد زيت ممكن وشكلهم زي ما أنا عايز، بقى ده خليط ده عباد شمس ده دورة، أنا براحتي. ممتاز بالظبط كده يا فندم. الله 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 الله. وبالنسبه للسمنه اقدر اخد 2 مش كده، وممكن 3 كمان، وممكن 3. الله الله عليك يا سيد بيه. ايوه كده، خلي الناس تفرح وتتبسط قبل رمضان باذن الله. نشكركم جدا، وبالحقيقه نتمنى طبعا المزيد من الانخفاضات، مين يكره، اهم حاجه يبقى كله مبسوط. اشكرك جدا حقيقي. جدا يا فندم، ربنا يخليك، ورمضان كريم على حضرتك وعلينا جميعا. كل الشكر للاستاذ السيد بسيوني، عضو شعبه الزيوت باتحاد الصناعات. انتوا عارفين من ضمن الحاجات الحلوه بالنسبه لي كانت ايه؟ هقول لك انا في السريع جدا، يعني النهارده واحنا قاعدين عمالين بنتكلم في الحلقه وما الى ذلك، في ناس هتستغرب على كلمة إش إش. أنا معرفش إش إش دي عندنا إحنا في العيلة ولا هي حاجة معروفة يعني، بس لما نشوف حاجة حلوة نقول إش إش. واحد لابس حاجة جديدة نقول له إش إش، حاجة شياكة إش إش الشياكة دي. ممكن تكون كلمة قديمة وارد عندنا في العيلة بس الله أعلم، لكن المهم ده معناها علشان تبقى عارف. طيب الحاجة الحلوة بقى النهاردة وإحنا بنتكلم في الحلقة، فزميلتي آية نجم فبتقول لي كنت راكبه تاكسي، وبعدين اخونا الفاضل صاحب التاكسي قعد بقى يتكلم معاها على برنامج التاسعه ومقدمه الاخ يوسف الحسيني وحاجات زي كده، وبعدين قعدت طبعا هي قروبه برضو قعدت تاخد رايه بقى في البرنامج وبيشوف البرنامج وصدفه قال لا ده انا بتابع بشكل دائم. انا دي بتبقى من اسعد الحاجات اللي في حياتي، انه اهالينا اهالينا الناس العاديه جدا الناس الكادحين في هذه الارض ان هم اللي بيتفرجوا علي. لسببين، اول سبب انا بشوف ان دي رسالتي وده دوري وده همي الاول. تاني سبب دول السواد الاعظم ودول الجماهير الغفيره من ابناء هذا الوطن.
دول ال 90% على الاقل، و 85%. فبقى ان البرنامج اللي بيشوفه 85% من سكان مصر وبشكل منتظم، لانه يخاطبهم بمنتهى الصراحه والموضوعيه والحق فقط لا غير، ويتكلم باللغه اللي الناس تفهمها، مش بنخش نقول لهم كلمتين مش فاهمينهم. طيب تعالوا بقى، احنا امبارح كنا بنتكلم على مسلسل من ملاحم او من ملحمه الف ليله وليله، جودر ابن عمر واخويه. طبعا بطل المسلسل هو، انا قلت الكلام ده امبارح بس لازم، انا عايز اقوله تاني، هو نجم من اهم نجوم مصر والعالم العربي، ودي حاجه مهمه جدا، ونجم عنده رحلة مش بس صعود للنجومية، لا رحلة تطور مذهلة في الأداء. ومن أكتر الحاجات اللي أنا بشوفها له ولا أمل من أن أنا أشوف المشهد، مشهدين تحديدا ليه في فيلم الفرح، مرة وهو بيتخانق بضرفة شيش بتاع الشباك، ومرة وهو بيدافع عن حبه وزواجه ومراته في وسط الشارع. مشهدين إنسانيين مذهلين، عملهم بمنتهى البراعة. نجمنا الرائع دائما ياسر جلال معنا على التليفون. ايه التقديمة الجميلة دي يا استاذ؟ دي اقل حاجة تتقالك والله العظيم. يا حبيبي مساء الفل على عيونك، ونور الشاشة بتاعتك بطلتك الجميلة وكاريزمتك الحلوة. يا خبر ابيض انت بقى كده، واسلوبك المتميز، انت عندك اسلوب متميز كده، في بتجمع بين خفة الظل وطبعا انت مثقف جدا. لا العفو العفو، ربنا يخليك، انت ليك اسلوب خاص بجد، ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك يا رب، اصل انا بحبك. احنا عمرنا ما التقينا، بس المهم كده انا مطمن، لانه امبارح واحنا بنتكلم مع الاستاذ انور عبد المغيث قال لنا انك بتقوم باخطر مشاهد في حلقات جودر. انت قلت ياسر غارق بقى ما طلعش من البحر. لا ما احنا بقى والله قلت له هو طب ايه، طبعا هو مش عاوز يكشف لي حاجه، فقلت له يعني هو بنفسه في الميه دلوقتي، قال لي قلت له طب ده الميه لوحدها بقت ثلاجه، ايه اللي نزله الميه؟ قال لي بيطلع الكنوز وبس. هو بص، هو طبعا هو مش هو ده المشهد اللي انا بطلع فيه الكنوز، لان المشهد فيه كنوز، فيه جزء منه جرافيكس كبير. أوكي. انا طبعا اسمح لي طبعا يا استاذ يوسف، عايز احيي طبعا يعني المتحده طبعا في المقام الاول يعني على تحمسها للعمل، وعلى شركتين انتاج كبار، ميديا هاب استاذ محمد السعدي طبعا، والاستاذ تامر مرتضى منتجا لهذا المشروع اروما. طبعا هو الاستاذ تامر مرتضى مش بس عامل الجرافيكس بتاع المشروع، لا هو كمان المنتج بتاع المسلسل مع الاستاذ سعدي. بصراحه الاثنين يعني شاحنين كل طاقتهم للمسلسل ده، يستحق. بجانب يستحق. طبعا المخرج الكبير جدا جدا الشاطر جدا اسلام خيري، اللي انا اول مره بتعامل معاه وبشتغل معاه، بس الراجل ده بجد حساس قوي وفاهم هو بيعمل ايه، بيهتم بالتفاصيل، مجتهد جدا جدا. وكوكبه كبيره اسمح لي احييهم من يعني الناس بقى، العناصر العمل الفني بقى، مهندس ديكور الاستاذ احمد فايز مهندس كبير طبعا، مدير التصوير العظيم استاذ تيمور الله، ومعانا استاذه منى التونسي الستايلست ومصممه الازياء، والاستاذ طبعا لسه جاي دلوقتي من عند، كنت بعمل دوبلاج مع المهندس الكبير باشمهندس حسن ابو جبل الصوت، وبيعمل المكساج في المسلسل. فطبعا احنا معانا عناصر قويه جدا. الممثلين بقى او الممثلون والممثلات حدث ولا حرج، قول يعني اساتذه كبار، انا مش عايز اقول الاسماء علشان ده مش ترتيب طبعا، لان هم كلهم قبل مني وكلهم على راسي من فوق. لو حبيت ابدا ما اقدرش ابدا من غير ما ابدا بالاستاذ الكبير قوي الاستاذ رشوان توفيق، الله، استاذ عبد العزيز مخيون جميله نور، استاذ القمه استاذ احمد بدير، استاذ ياسمين رئيس، واعذرني ان انا بعد اسماء زمايلي، لان انا برضو حقهم عليا سجلت ان انا احييهم واتكلم عنهم، وكتير يعني استاذ محمد التاجي واستاذ وليد فواز واستاذ ياسر التوكي واستاذه وفاء عامر النجمه، وفاء عامر والنجمه ايتن عامر، وضيفه شرف النجمه هنادي مهنا، ومين تاني انا خايف انسى حد والله يا استاذ يوسف، انا هيحصل لي مشكله. لا 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 ما حدش يقدر يعني، هم مين هيعرف يقرب من ياسر؟ معانا طبعا جيهان الشماشيرجي الوجه الجميل، الشابه المنطلقه بسرعه الصاروخ ان شاء الله. وانا في الدور ده بعمل مراحل عمريه، يعني احنا جودر وهو شاب بيبدا وهو عنده 30 سنه، يعني اول ظهور لجودر شابا وهو عنده 30 سنه، وبيمر بقى بمراحل عمريه، يعني اول حلقتين كده هو عنده 30 سنه، وبعد كده بيكبر شويه. ويكبر لحد كام؟
مش عايز احرق لك الاحداث بقى، ما يعني انا بديك حاجات تفاصيلك حاجات. بص انا ربنا فعلا يعلم انا بحبك قد ايه، بقدرك قد ايه، بحترمك قد ايه، بس كمان لا والله العفو. وبعدين بس موضوعيا انا من انا بحب اصلي الف ليله وليله جدا من لما كنا صغيرين كلنا، يعني احنا قريبين من بعض في السن، فكلنا بنحب الف ليله وليله، اي حد في الدنيا بيحب الف ليله. بس انت فتحنا عينينا عليها ام قوي، يعني ام جدا ابطال الف ليله وليله، وشخصيه جودر ابن عمر هي بتاعت ياسر جلال، ربنا سبحانه وتعالى عايز كده. تعرف يا استاذ يوسف، احنا في ظل الظروف الضغوط اللي حوالينا في الحياه، سواء السياسيه والحروب اللي احنا بنشهدها حوالينا من كل ناحيه، شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، ومع ضغوط الحياه القاسيه والظروف الصعبه اللي كنا بنمر بيها، يا رب وربنا ينصر بلدنا ويعدي الظروف دي على خير بقياده السيد فخامة الرئيس طبعا اللي بيقود السفينة، وإن شاء الله هيعدي بينا على خير بأمر الله يا رب. إحنا محتاجين نهرب يعني شوية، نروح لعالم الخيال والحواديت والأساطير. صح، بيحصل لك نوع من الريليف، الراحة النفسية كده، بتروح للبراءة بتاعت الحدوتة. يعني أنت حتى تلاقي الاعمال اللي هي بتاعت الف ليله، علي بابا وعلاء الدين والسندباد وسندباد والكلام ده كله، انت لما بتتفرج عليها بتلاقي نفسك انت ارتحت، جالك نوع من الراحه النفسيه. ايوه بتفصل، بتروح حته ثانيه. ما اتعملتش بقى كتير، لو اتعملت عدوا عليها، مروا عليها مرور كرام. والاستاذ انور عبد المويس، وانا شفت طبعا لقائه مع حضرتك، شفته متاخر امبارح ومعادا او النهارده تقريبا، كان لقاء ممتع الصراحه. الله يخليك. وهو عمل في الف ليله، عمل من جودر دي حكايه كبيره قوي، يعني اضاف ليها اشياء وبدل في اسامي الشخصيات ودخل اقطاب صراع جديده وعناصر صراع جديده، عمل منها حكايه كبيره قوي. يعني هو عمل طبخه جديده، يعني ما خدهاش زي ما هي كلاسيكيا، هو اضاف عليها خالص. لا اضاف عليها كتير وغير فيها كتير. طب ده حاجه عظمه، انت كده شوقتنا اكتر من اللازم، ان احنا اللازم يعني مش عارف اقول لك ايه، انا عايز اسرق اي حاجه من جوه الاحداث بس مش هينفع برضه. طب قول لي انت عايز تعرف ايه؟ تعال ناخد السؤال الابسط والاسهل. طب جودر مكمل معانا لحد ما هيبقى عنده كام سنه؟ جودر مكمل معانا لحد ما يبقى عنده كام سنه؟ يعني لحد ما يبقى قد كده. طب لا يبقى لسه صغير، ده كده 40 مثلا. مش هيكبر كتير قوي يعني، مش هيكبر يعجز يعني. طب امبارح كان ياسر جلال غطسان في الميه ليه؟ بص يا سيدي، احنا عندنا مشهد جوه البحر. ها. والمفروض ان انا يعني بهرب يعني، فبعوم بقى في وسط البحر. هو للامانه انا كنت بصوره في مكان يعني فيه خوض كتير جدا جدا، وبنعمل بقى ميه وامواج وبتاع، فكنا بقى الامواج يعني بتتحرك وانا جوه الحكايه ده باختصار يعني، ده غير ما احدد يعني وافصل اكتر. طيب انا مش هحاول ان انا احرق المسلسل، ولا احاول استنطقك بكلام مش المفروض ان احنا نتكلم فيه علشان نحافظ على المسلسل بحلاوته. طب بس قبل ما انسى، انا نسيت برضو الاستاذ محمود البزاوي، معانا عامل دور برضو عظيم. الله، معانا يعني. الله، عامل دور عظيم يعني. الله الله. طب ما اعرفش ليه انا نسيت فجاه يعني الاستاذ احمد كشك معانا، عامل دور هايل برضو. ده المسلسل ده فيه فريق الاحلام ولا ايه؟ ايوه بالظبط كده. والله بجد ما شاء الله، ربنا يا رب يتموا عليكم بس بالخير، وكلكم تبقوا يعني ان شاء الله مبسوطين بيه، ويحقق اعلى مشاهدات في الدنيا ان شاء الله. طيب هل انا عارف ان ده بيبقى صعب، وانا راجل امين جدا في الطرح، هل لو خلصته قبل رمضان او في اول اسبوع في رمضان، هينفع نتقابل ونعمل حلقه ونذاعها في العيد؟ بص طبعا عشان مش هاخد منك اجازه العيد، والا ابقى انا راجل مفتري، وبعدين اي طلب من النوع ده اصلا طلب لازم يقبل بالرفض، انا شخصيا بحب اجز في العيد. لا لا لا، اولا انا شرف كبير ليا ان انا، لا انا اللي اتشرف، ما تقولش كده العفو، ما فيهاش جدال يعني. بس انا هستاذنك تدينا فرصه، لان احنا بنصور، احنا ايه بقى الموضوع حضرتك تبقى عارف، احنا 15 حلقه حلو، هنبقى ان شاء الله في النص الثاني من رمضان ان شاء الله. اوكي، احنا دي معلوماتي لغايه دلوقتي. حلو. وبعدين كمان احنا ال 15 حلقه، احنا 15 من 30 حلقه.
احنا هنخلص تصوير ال 30 كلهم في رمضان ان شاء الله. يعني ان شاء الله هنخلص الا لو بقى لنا 3 4 5 ايام فدول هيبقوا بعد العيد مثلا، لكن احنا المسلسلنا 30 حلقه فاحنا اللي هنعرض منه فقط الجزء الاول اللي هو ال 15 حلقه. حلو. احنا لان طبعا في شغل صعب كتير في المسلسل كان محتاج ياخد وقت، كان محتاج يتجهز صح، احنا مش ملهوفين ان احنا نعرض 30 حلقه ويبقى عندنا حاجات مش منضبطه ومش مظبوطه وبتاع، احنا فضلنا ان احنا نعرض 15 حلقه والميت معمولين كويس علشان احنا بنحترم المشاهد. حلو قوي. وبنحترم نفسنا. طب دي الحكايه. فاحنا طبعا هنفضل نصور دي طبعا ما فيهاش كلام يعني الشهر المبارك. طب هو صحيح ال 15 حلقه التانيين هيتعرضوا امتى؟ والله ده قرار بقى المتحدة. لان احنا وارد ان هم يتعرضوا رمضان 2025، وارد ان هم يتعرضوا بعد رمضان او بعد العيد بشهرين ثلاثه على حسب بقى صدى الجزء الاولاني. احنا طبعا بذلنا اقصى جهد وبنعمل شغلنا بحب باحترام والباقي على ربنا سبحانه وتعالى، واحنا بنتمنى ان طبعا كل الناس تدعمنا لان احنا نيتنا حلوه بنعمل تجربه صعبه وبقالها كتير ما اتعملتش. صحيح. فاحنا محتاجين مسانده، محتاجين مسانده من كل الناس اللي بتتفرج علينا، محتاجين مسانده من الاعلام، محتاجين مسانده من الشباب اللي على السوشيال ميديا، لان دلوقتي بقى الشباب على السوشيال ميديا بقوا يعني واسمح لي اقول ده امر واقع فرض نفسه، بقى مش عايز اقول زيهم زي الاعلاميين، لا هم طبعا بقوا نوع من الاعلام خاص جدا. صحيح. هم ناس بقت تفهم دلوقتي يا استاذ يوسف، يعني انا بتفاجئ ان في شباب يوتيوبرز بيحللوا الاعمال الفنيه ولا اكبر ناقد فني ومركزين يعني وبيدققوا في التفاصيل جدا، لا وفاهمين هم بيقولوا ايه ومتابعين وزي تحسهم دارسين. صحيح. ده 100%. يعني ما عرفش ينفذ عن طريق مثلا القنوات العاديه التقليديه فلقى نفسه ملاذ في ان هو يطلع على السوشيال ميديا او على اليوتيوب. صح. يقدم نفسه. صح. الواحد بيبقى فخور لما بيتفرج عليه. صحيح صحيح. وهتبقى حلقه مختلفه خصوصا ان انا سمعت عن ابنك. عن ابنك جلال. امبارح استاذ انور بقول له شوف قد ايه ياسر هادي وعاقل وشوف قد ايه رامز مذهل، فقال لي ياسر بقى عنده ابنه جلال اكتر من رامز 10 مرات. هو يعني بس بنحاول نهديه شويه. ربنا عندي بقى يديله قدريه بنتي زي بقى الستايل الهادي ده ورصينه. ربنا يخليه. ياسر جلال عنده قد ايه وقدريه عندها قد ايه؟ قدريه ان شاء الله هتتم 17 في شهر 7 اللي جاي، وجلال ما شاء الله هو عنده 14 ونص. ما شاء الله ما شاء الله. ربنا يخليهم ربنا يخليهم يا رب. خلاص ربنا يبقى لما هنيجي نلتقي غالبا نلتقي بيكم انتوا الثلاثه اسريا بقى. يعني نجيب العيلتين ونقعد مع بعض نبقى حلوه دي. ده انا اتشرف والله. انا اللي اتشرف والله العظيم. وشكرا جدا على المداخله، وانا عارف انك كنت بتعمل دوبلاج ومشغول وخرجت لنا مخصوص وعطلتك كتير كمان. عطلتك كتير على راسنا. ربنا يخليك. لا خالص، ده انا اللي خدت من وقت البرنامج والله. ده احنا يا بختنا، ده احنا بنتفكك. شرف كبير. يا رب يخليك يا استاذ. الف الف شكر ليك، كل الشكر لنجم يعني بكل ما تعنيه وتحمله الكلمه من معنى. هو نجم في اخلاقه ونجم في فنه ونجم في رقيه ونجم طبعا في شكله، يعني معبود الجماهير زي ما بيتقال كده. ياسر جلال نورت وشرفت. استأذنكم نروح لفاصل ونرجع نكمل الكلام. مصر جميلة، ما بين صحاريها وجبالها، بحورها ونيلها، محميتها وناسها. حملة إيكو إيجيبت هتاخدنا في رحلة لمحميات مصر الطبيعية، وهنقابل 11 قبيلة كلهم لسه متمسكين بالعيشة في الطبيعة ومحافظين عليها على مر السنين. الجبل بيكلمني وبيفسحني، كل حياتي في الجبل أنا. تعالوا نعرفهم أكتر ونتعلم منهم عشان مصر تفضل جميلة بكل حاجة فيها. نوبة يعني بلاد الذهب. سباق الهجن بين الترابين ومزينة. الحاجات دي احنا واخدينها من التراث. احنا من أساسنا وبتوع طرب وبتوع جبال. جميلة يا مصر، محمية بنسها.
اللي انا شفته ده حلو جدا بالمناسبه يعني قوي 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 قوي. بصوا يا جماعه احنا بنتكلم على حمله ايكو ايجيبت. ما بين ايكو ايجيبت وما بين رؤيه وزاره البيئه لمصطلح احنا بنستخدمه كتير ومهم ان احنا نفهمه برضه، كلمه السياحه البيئيه. عايز تسميها بقى السياحه الثقافيه يعني سمي زي ما تسمي، بس انا يهمني قصه السياحه البيئيه والاستفاده من المحميات اللي موجوده عندنا في مصر. خلوني وبكل الترحيب نرحب بضيفنا العزيز استاذ محمد عبد الرحمن مدير حمله ايكو ايجيبت. ازيك عامل ايه؟ اهلا بيك. اخبارك ايه يا فندم؟ على حضرتك وعلى المشاهدين كتير جدا، فارجوك ما تقوليش يا فندم ولا كده. خلينا اللقاء يبقى اسهل من كده. ايه هي الاول حمله ايكو ايجيبت؟ حمله ايكو ايجيبت هي حمله تم اطلاقها من قبل وزاره البيئه بالتعاون مع برنامج الامم المتحده الانمائي. الهدف الرئيسي منها هي الترويج لمنتج السياحه البيئيه داخل 11 محميه من ال 30 محميه بتوع جمهوريه مصر العربيه. الحمله دي اطلقت في 2022 وهي بتستهدف اربع محاور رئيسيه. هايل. طب احنا بنتكلم عن السياحه البيئيه، هي ايه السياحه البيئيه زي ما حضرتك تفضلت وسالت؟ هو منتج او نمط مختلف من السياحه بيقوم على التقدير والاستمتاع بالموارد الطبيعيه والثقافيه. طب ايه اللي في مصر زاخر بالموارد الطبيعيه؟ ايه احسن واجمل موارد طبيعيه موجوده؟ موجوده فين؟ موجوده في محمياتنا الطبيعيه. طب ايه موضوع الموارد الثقافيه دي؟ ده الموروث الثقافي او التراث الثقافي لاهالينا من القبائل المختلفه اللي عايشين داخل وحول المحميات. يبقى انا هنا بقى عندي المحورين الاساسيين للسياحه البيئيه موجودين داخل محميات مصر، وده كان غير مستغل قبل كده. فالحمله اطلقت علشان تروج لهذا النمط من السياحه داخل المحميات الطبيعيه، بتركز على اربع محاور رئيسيه. هتشوف ايه داخل المحميات من موارد طبيعيه، مناظر جماليه، بحار، جبال، وديان، تنوع بيولوجي زاخر وفي ناس كتير قوي ما تعرفش عنه، عندنا ايه في مصر منه. يبقى اول حاجه نشوف ايه داخل المحميات، تاني حاجه هنقابل مين داخل المحميات، وهنا بقى بنركز عن الارث الثقافي للسكان المحليين. تالت حاجه ايه الانشطه اللي ممكن نعملها داخل المحميات؟ لان المحميات بطبيعه الحال مش كل الانشطه تنفع فيها، لان هي محميه يعني قائمه على حمايه او صون الموارد دي، فلازم انشطه تكون تحافظ عليها. اخر حاجه هتقعد فين داخل او تقيم فين داخل او حول المحميات، لان انا مش عايزك تيجي تزور المحميه وتمشي، انا عايز اقلبها لمقصد سياحي. فهنا بقى بنتكلم عن الايكولوجيز او النزل البيئيه والكامبس وكده. لكن كنا في ايكو ايجيبت من اطلاقها، وبما اننا ما كناش مستغلين موضوع المحميات ده بالشكل الجيد، فكان لازم اول نفهم الناس هي محميه ومحميه ليه وتساعدونا ازاي في حمايتها. تعالى واستمتع بيها، يبقى انا بروج للمحميات لو هذه المقاصد السياحيه، تعالى واستمتع بيها، بس خد بالك محميه بنعمل فيها كذا، وادي الانشطه المتاحه، وادي الانشطه اللي محتاجين واحنا بنعملها واخدين بالنا من 1 2 3. فدي الحمله ببساطه جايه منين؟ جايه من رؤيه من 5 سنين. الهدف الرئيسي ان احنا نخلي المحميات الطبيعيه دي او نحط محمياتنا الطبيعيه دي على خريطه السياحه البيئيه. طيب يبقى انا محتاج اقدم خدمات للسياحه البيئيه، عشان اقدم خدمات كان لازم اعمل البنيه التحتيه والبنيه الخدميه اللي اقدر بيها اقدم خدمات السياحه البيئيه داخل المحميات. يبقى احنا اشتغلنا على البنيه الاساسيه وخدمات الزوار. كويس. دي اول حاجه. ثاني حاجه اطلقنا الحمله اللي بيها بنروج للمحميات والانشطه اللي ينفع تتنفذ داخل المحميات. تالت حاجه علشان الانشطه دي تتنفذ انا محتاج بعض المستثمرين الفهمانين في السياحه البيئيه تيجي وتبدا تستثمر وتقدم خدمات او تعمل نزل بيئيه. يبقى انا كده قفلت الدايره. ناقص ان انا اروج لها، وهو ده اللي احنا بنعمله من خلال ايكو ايجيبت. قليل جدا. طيب انا 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 دلوقتي وانا بفكر معاك بصوت عالي، في قاعد عمال بشوف انه يمكن يكون الاقبال الاكبر على النوع ده من السياحه هي سياحه من الخارج للداخل، ولا انه في ناس زي او زي غيري هيبقوا حابين النوع ده من السياحه؟ لان انا برضو لاحظت انه اصبح في شكل من اشكال الاقبال من المصريين على السياحه البيئيه. صح صح 100%، خصوصا الفتره بتاعت الكورونا. الناس بقت تنزل بقى للطبيعه وتشتبك مع الطبيعه، و...
وزي ما احنا بنشوف بقى على السوشيال ميديا يمكن كان ايكو ايجيبت ليها دور كبير في تحفيز هذا النمط من السياحه، لكن السياحه الداخليه بدات تشتغل بشكل كبير جدا على المحميات خصوصا القريبه من القاهره. يعني محميات الفيوم، دجله، الحاجات دي بقى عليها رواد بشكل كبير. حتى المحميات البعيده، وادي الجمال، سانت كاترين، سيوه طبعا. فمش بس سياحه خارجيه، لا سياحه داخليه، بس هي السياحه الخارجيه هي دي اللي فيها الريل بزنس يعني. طبعا دي اللي فيها الفلوس بقى، لان احنا بنتكلم على يعني احنا نقول سياحه بيئيه. طب ايه اهميه السياحه البيئيه؟ هو ده سوق كبير بره. طيب احنا بنتكلم على الزيارات للمحميات الطبيعيه في العالم، احنا بنتكلم على 8 مليار زياره لمحميات العالم سنويا. 8 مليار مليار. طيب حجم السوق ده قد ايه؟ 570 مليار دولار عالميا. احنا كل اللي مستهدفينه مليار سائح من ال 14 سائح اللي بيجوا مصر يكونوا سائحين بيئيين. ده لان هو كده كده اصلا السائح البيئي بيصرف اكتر، بيصرف 4 أضعاف السائح العادي. يعني بيوصل 480 يورو بير نايت. ده اكتر بكتير من السياحه العاديه. احنا الناحيه الثانيه بنتكلم في افريج 90 دولار. بيقعد اكتر من 12 ل 14 يوم، دي مده اقامته. هو جاي يفصل، جاي يستجم، فبيقعد اكتر. فاحنا بنتكلم لو فعلا استهدفنا المليون سائح ده، احنا بنتكلم في حوالي من 5 ل 6 مليار عائدات بس من السياحه البيئيه داخل المحميه الطبيعيه بس. طيب ايه اللي انا حققته لحد دلوقتي في الرؤيه بتاعه الوزاره علشان اقدر ادخل المليار سائح دول؟ او لا، مش المليار، المليون سائح الزياده دول. تمام. يعني عايز اقول لحضرتك ان عائدات المحميات الطبيعيه تضاعفت، او بقت تضاعفت بنسبه 1600% خلال 4 سنين اللي فاتوا. ده علشان عملت بنيه تحتيه، قدمت خدمات، وروجت للمحميات الطبيعيه. عملت ايه تاني؟ من خلال التعاون مع وزاره السياحه، هيئه تنشيط السياحه، الاتحاد المصري للغرف السياحيه، بدا يبقى عندنا نوع اخر من شركات السياحه اللي هي قادره على جلب هذا النمط من السياحه، متخصصه في كده. تاني حاجه بقى عندنا رخصه للايكولوجي، رخصه للنزول البيئي. قبل كده كان يا فندق يا مفيش، دلوقتي بقى عندنا رخصه للنزول البيئي، بقى عندنا جايد لاينز او دليل ارشادي. لو انت عايز تعمل نزول بيئي او فندق بيئي داخل محميه طبيعيه، ادي الارشادات اللي انت محتاج تمشي عليها عشان تاخد الرخصه. الليله في النزول البيئي بتوصل ل 600 و700 دولار لليله الواحده، بالرغم انه مش نفس الشكل بتاع الاوتيلات العاديه. أبسط ما فيهوش بالظبط، ما فيهوش نفس التجهيزات، بالعكس مليان ريستريكشنز الى اخره، لكن الليله فيه اغلى. الليله فيه لانه المستهدف او السائح المستهدف نوع تاني خالص. صحيح. انا النهارده لو افترضنا ان انا راجل جاي من سويسرا، جاي من البرتغال، جاي من اسبانيا، جاي من فرنسا، وجاي للنوع ده من السياحه، انا هعمل ايه هناك؟ ايه النشاط اللي انا هعمله؟ ايه اللي انا هشوفه؟ طيب تاني، هي زي ما قلنا هي سياحه قائمه على الاندماج مع الطبيعه، فانا مش متخيل انشطه كتيره فيها حركه. لكن بزور اماكن، يعني مثلا السير في الوديان، حلو، حاجه زي مثلا مشاهده الطيور، حلو، حاجه زي الغطس في مواقع معينه ما كانتش مفتوحه قبل كده. الاندماج بقى مع السكان المحليين هو ده اللي احنا بنسلط الضوء عليه. أيوة. في وحكاوي من الناس، حكاوي من الناس، ده دي قصه تانية خالص. ده بقى اللي بيكمل الطبخه زي ما بيقول. عندك موارد طبيعيه وجميله وخطيره، وبقى عندنا اماكن نقعد فيها وخدمات وكل حاجه، وبقى عندك اللي بيقدم لك الخدمات دي وبيدخلك او بيكمل التجربه بتاعتك، هو السكان المحليين او الاصليين لهذا المكان. فحمله حكاوي من ناسها كان الهدف ان هي حمله مخصصه للمحور الرابع بتاع ايكو ايجيبت اللي هو التراث الثقافي. هنا بنستهدف 11 قبيله بيعيشوا داخل وحول المحميات، كل قبيله ليها تراثها،
ليها أكلها شربها مزيكا شعر حتى المنتجات المحلية اللي هما بيصنعوها بأيديهم. هو ده الهدف الرئيسي من حملة حكاوي من الناس، إن إحنا نسلط الضوء على هذا التراث الثقافي اللي كتير مننا ما عرفش إن هو موجود. دي كان أول حاجة. تاني حاجة، لما بسلط هذا الضوء وبكمل منتج بتاع السياحة البيئية بيهم، أنا كده بدمجهم في العمل السياحي فوفرت له فرصة عمل. الهدف الثالث وهو بالنسبة لي من أهم الأهداف، هو أنه بيحس بأهمية إرثه الثقافي فبيحافظ عليه من نفسه. تلاقيه هو مهتم أنه هو ما يغيرش من لبسه. الأكلات اللي كانت اندثرت بدأت تطلع تاني لما السياحة دي بدأت تشتغل. المزيكا والآلات الأصلية اللي كانت بدأت تندثر وبقى الأورج مكان حاجة بدأت ترجع تاني. فكده ما بقاش محتاج يسيب المكان الأصلي بتاعه ويروح لمدينة من المدن الحضرية علشان يلاقي فرصة شغل. بقى مستعد يفضل في مكانه والشغل هيبقى موجود لحد عنده بنمطه هو. أو رجع كمان مكانه اللي كان سابه. يعني أفتكر في مثال من الأمثلة اللطيفة جدا، كان جزيرة من جزر النيل كانت أهلها زي ما أنت بتقول كده سابوها وبدأوا بقى يصعوا في أسوان أو في مدن مصر سعيا للعمل يعني. وبعد كده جه مستثمر فهمان سياحة بيئية قال لهم يا جماعة انتوا سبتوا بيوتكوا دي، طب ممكن تسمحوا لي نرممها بنفس المعمار بتاعكوا وطريقة البناء؟ ليه؟ هنفتحها للسياحين. ما كانوش مصدقين في الأول. هو خلاص أنا هتكفل بكل حاجة بس ساعدوه. عملنا الكام غرفة، عملنا مطبخ. طب المطبخ ده نقدم فيه إيه؟ هنقدم فيه أكلاتكم الأصلية. ده إحنا بطلنا ناكلها. طب أنا بس نجر. بدأ يعمل الأكلات. بدأ السياحين يجوا. هي الناس هتاكل الحاجات دي؟ آه تاكل. بدأت تسأل على أكلات أخرى. ده لوحده خلى الناس ترجع وتعتز تاني بثقافتها. خلى الناس بتقدم الخدمات اللي هم بيقدموها هم مبسوطين. صح صح. وفرت له فرصة عمل. فدي كانت ده كان مثال يعني من الأمثلة اللطيفة جدا. الأفكار بتاعة الترويج لده بره، يعني أنا مرة شفت سلسلة عملها جوردن رامزي الشهير للأكل اللي بيعملوه السكان المحليين بتوع مناطق معينة وفي حتت كتير جدا في العالم. صح. فمثلا يروح مش عارف منطقة ايه في دولة ايه في امريكا اللاتينية، يقعد هناك 4 ولا 5 ايام يمارس نفس النمط المعيشي بتاع القبيلة دي او المجموعة دي، وحتى ازاي بيصطادوا الاكل فيصطاد زيهم، ما يستخدمش مثلا بندقية لو هم بيستخدموا سيف ورمح وسهم وبتاع، يعمل زيهم. بيطلعوا يتسلقوا الشجر بطريقه معينه علشان يجيبوا انجريديان معين او مكون معين يعمل زيهم، وفي الاخر خالص يعمل لهم وليمه في اخر يوم ويقولوا له رايهم اذا كان هو قدر ينفذ الاكل ده بنفس الطعم وبنفس الاسلوب اللي هم بيستخدموه ولا لا. فانا عجبتني جدا. انا مش الناس اللي بتحب جودن رمزي خالص لانه اجريسيف، مع ان انا شخص اجريسيف بس يعني ما بحبوش، لكن السلسله دي بالذات شفتها كلها. هل احنا ممكن نعمل حاجه زي كده؟ مش بتكلم بس على جودن رمزي، لكن هي الافكار الغريبه الجديده اللي بتقدر تروج بالشكل ده. تعرف ان احنا عملناها؟ جبت جودن رمزي ولا لا؟ يعني ده لا، جبنا حد من الفود بلوجرز المشهورين. هايل. و عشان كده كنت مبتسم جدا جدا طبعا. بيفكر زينا ولا ايه؟ عملنا نفس الفكره دي في سيوة وفي نبأ. هايل. من اول ما في نبأ مثلا طريقه الصيد، الانجريدينتس بتتجاب من الوديان ازاي، الاعشاب بتتجاب ازاي، الحاجه بتتقطع ازاي، بتدفن ازاي، كانت طلعت بشكل لطيف جدا، وبالتالي كان عليها يعني الفيوز بتاعتها كانت رائعه على السوشيال ميديا يعني. سؤال المليون دولار زي ما بيتقال، احنا فرصنا قد ايه او حجمها قد ايه او واعده الى اي مدى في ان احنا نجتذب النوع ده من السياح ونكبر النوع ده من السياح؟ حابب اقول لك كبيره جدا، لان تاني هي بتركز على موارد طبيعيه وموارد ثقافيه. احنا مواردنا الطبيعيه مش كتيره، بس هي كتيره ومختلفه. نتكلم على جبال، صحاري، بحار، نيل،
حتى الوديان، يعني منين نتكلم على الوديان مثلا، الفكره بتاعت الهايكنج او المشي مسافات طويله، او حضرتك عارف ده قد ايه ده نشاط سبيشال في غرب اوروبا طبعاً. يعني طبعا بتعشقه. سانت كاترين فيها رحلات ممكن تبدا من 3 ايام ل 14 يوم. هديك بس المثال بس بتاعك، طول ما انت ماشي بقى في الوديان دي بتقابل السكان المحليين، بتشوف زي ما بيسموها الكروم او الجناين بتاعتهم، وكل ما تمشي كده تلاقي كام اوضه بيستغلوا السياح. ليه بقول لك احنا شايفين بوتنشال او الفرصه واعده؟ لان هي اوريدي بتتنفس، بتتنفس بشكل غير منظم، ما بستهدفش، ما عنديش inbound operators متخصصين، والشركات المصريه بتقفل معاهم ديلز. يعني الموضوع لسه مش كوميرشال، الموضوع لسه سائحين بيجوا بنفسهم، يعني بيسمع او بيشوف في التلفزيون او بيشوف على الانترنت فبيحجز وبيجي يعيش التجربه دي لوحده. ما بالك بقى لو ده تم تنظيمه على مستوى صناعه السياحه المصريه، لا بوتنشال كبير. وده اللي بتعملوه يعني بالتنسيق مع وزاره البيئه ومع وزاره السياحه، وانتوا تحديدا كحمله ايكو ايجيبت فبتعمل التشبيك ده. بالظبط يعني وبنطلع بنشارك حتى في مؤتمرات خارجيه متخصصه في هذا المجال، وبنشوف الناس، لا احنا مستنيينكم، لا احنا بقالنا كتير عايزين نشوف رحلات زي كده بتحصل في مصر. وفي بلاد اخرى جربت هذا النوع من السياحه وانتهجته ونجحت فيه. صح حتى يعني بلاد عربيه، مش هتكلم عن ده حقيقي. انا مش عارف اقول لك ايه، برافو، فكره عظيمه جدا بالنسبه لي، من الحاجات الرائعه. الواحد كمان لما بيكبر في سنه حبتين فبيبدا يفكر في النوع ده من السياحه اكتر ما بيفكر في الانواع التقليديه او الكلاسيكيه بتاعه السياحه، اللي هو تنزل فوق يبقى مريح جدا ولطيف جدا وكل حاجه كده متستفه ومترتبه. لا، النوع ده من السياحه امتع واجمل واظرف، يمكن يبقى شكله متعب بس انا بشوفه شكله اريح، يعني عمليا النتيجه اريح كتير جدا. ده كفايه الصفاء الذهني يا اخي، والله بتكلم بجد. رحلتك اللي جايه معايا خلاص، انا موجود. دي هتبقى فرصه بقى ان احنا نقعد نتقابل كتير، مش تبقى ايه كل كام سنه وحاجات زي كده. محمد نورتني وشرفتني واسعدتني جدا، ومبسوط جدا ان انا شفتك بعد حبه حلوين، يعني بعد كام سنه، واتمنى ان احنا نشوف بعض كتير بقى خلال الفتره الجايه. هتبقى موجود معاكم في كل البرامج، لازم، مش في البرامج دي بقى، لا، البرامج بتاعتكم اللي بتعملوها. حد انت بس موجود معاكم، لا دايما هتلاقيه موجود. كل الشكر ليك، شكرا جزيلا، كل الشكر لضيفي العزيز الرائع جدا، صديق قديم كمان، محمد عبد الرحمن، مدير حمله ايكو ايجيبت. انا من الناس اللي تشجعكم جدا تعملوا كده. جرب، خلي بالك انت الاول بتسمع الكلام ده وبتعتبر ان هو يا عم ده كلام برامج، جرب، صدقني جرب. انت بتقوم بالتجربه دي من غير ما بتاخد بالك، احيانا لما بتلاقي نفسك خدت بعضك مثلا في الصيف ورحت طالع لوحدك وقاعد في اخر حته في البلاج من غير دوشه ومن غير زحمه، او تصحى الصبح بدري قبل ما الدنيا تتزحم، انت عايز كده، وهو النوع ده هيوفر لك ده بقى، بس بشكل اجمل واظرف والطف ومليان حاجات كتير هتمتعك وهتثقفك وحاجات كده يعني. طيب خلونا ناخد فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل الكلام، بس هنتكلم على المتحده في رمضان. يا ترى هل ترى هنعمل ايه بقى مع الدكتور عمرو الورداني امين الفتوى بدار الافتاء؟ ما الذي سوف يقدمه لنا صديقي العزيز دكتور عمرو الورداني؟ هنعرف بعد الفاصل. بسم الله توكلنا على الله. طيب تعالوا بقى نقول لكم تاني، كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم مقدما، واللهم بلغنا رمضان. البرامج الدينية اللي مديها لنا أو بتقدمها لينا الشركة المتحدة خلال شهر رمضان المبارك، خير طبعا من يحدثنا، اللي بتشرف دايما بأن أنا أقول صديقي العزيز الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء. منورنا دكتور. الله يبارك حضرتك. عامل إيه؟ كله الحمد تمام؟ الحمد لله، يعني ليلة سعيدة ان انا اكون مع حضرتك. يا بختي. يعني انا دايما احنا ببقى انا الصبح حضرتك بالليل فما بنتقابلش. لا وبعدين ساعات نتقابل كده في النص. احنا الاثنين يبقى في بينا دايما حبيبنا المشترك عم سعد المصري. حاجات كده او نقعد نوصل رسائل. طبعا. الله يبارك حضرتك. قول لي هنعمل ايه في رمضان السنة دي بقى؟ احنا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة ودائما بعد. فاللي حاصل ان احنا بدأنا رحلة من اول ما دخلت هنا في القناه الاولى مع الشركه المتحده.
أنا بدأت رحلة من 2021. أوه. وأنا كنت أقصد أن كل رمضان أنا أتعامل مع رمضان على أنه برنامج مستقل. يعني أنا عندي في ولا تعسره عندي برنامج مع عارفينه الناس، بيبقى عندي يوم السبت حلقة بتتعلق بالمقبلين على الزواج واللي بيجددوا الزواج، وحلقة التانية بتبقى عن المشاكل الزوجية، حلقة التالتة يلا نبني أولادنا، وعندي حلقة بتتعلق بالجليس، وحلقة بتتعلق بالقراءة الحضارية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالبرنامج طول السنة بيبقى كده، أجي بقى في رمضان نغير كده بقى، نعمل برنامج مستقل لرمضان زي أي برامج مستقلة في أي في أي قناة. في 2021 ابتدينا. إيه مشكلتنا؟ سألت إيه مشكلة التدين مش بس في مصر، التدين في العالم الإسلامي كله. مشكلة التدين في العالم الإسلامي غلبت الشكلية عليه، وإن تفرغ من مضمونه، فأصبح عندنا زي ما بيقولوا كده سلوك كتير أخلاق قليل، بقى عندنا فعل كتير معاني قليلة، وكأن إحنا فقدنا المعنى، فكان لابد إن إحنا نعود مرة ثانية. صح. إحنا دلوقتي لما تيجي تلاقي الشكوى الأساسية عند الناس هي إيه؟ هي والله إحنا عندنا مشكلة في الأخلاق. وياما قابلنا الناس عندهم تدين كمي، عندهم ممارسات كتيرة، لكن جوه فيها شاشة دينية وفي سيول للمعنى. هشاشة دينية، ده تعبير بالنسبة لي جديد جدا. هل الهشاشة الدينية دي حاجة غير فكرة الاهتزاز العقدي؟ يعني العقيدة لا لا ده غير الإيمان الكامل والثابت ده تمام. طيب أبدأ أمارس عباداتي. لما بمارس عباداتي عن يقين وقناعة وبإيمان أصبحت متدينا. طيب. خير وبركة. صح. طيب لكن لما بمارس العبادة شكليا، أيوة، أنا كده بقى مش متدين ولا حاجة. بالظبط. أنا عندي مشكلتي إن الناس عندها التدين أصبح في أوقات كتيرة إثبات حالة. أوه. وليس خضوع لله سبحانه وتعالى وعبودية، ليس تحقيقا لقوله صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا. وعشان كده بقت الناس تشتكي كثيرا، سواء في العلاقات، سواء في الإنتاج، سواء في التنمية، سواء في كل عناصر الحياة عندنا فيها مشكلة ضخمة جدا جدا جدا. ليه طيب؟ لأن في الحقيقة الأخلاق هي مركز هذا الدين. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثت لأتم مكارم الأخلاق. واللي حصل إن إحنا جردنا الأخلاق من المعدن الأساسي بتاعنا. إحنا عندنا خلق بيتكون من ثلاث عناصر. العنصر الأولاني القيمة، العنصر الثاني النية أو الإرادة، العنصر الثالث السلوك. فبقى عندنا سلوك لا يعبر عن قيمة ولا يعبر عن نية، فأصبح عندنا إيه بقى؟ عندنا أوقات كتيرة جدا جدا سلوك وقلوب قاسية، عندنا سلوك وقلوب تائهة. حتى الناس بقت عندهم شكوى أساسية، أنا بدعي وحاسس إن قلبي ما بيتحركش، لأن كان عندنا ناس كتيرة جدا جدا وهي بتمارس الدين تكون حريصة على إن هي تخشى عن طريق البكاء، مش تخشى عن طريق النعمة. شايف الفرق؟ إحساسه بالنعمة وامتنانه لرب العالمين، إن هو يدوب لأنه غرقان في أنوار الله وفي نعمة. صح. ربنا. فلما نيجي نقول له خلينا نرضى، يقول لي على فكرة أنا راضي، وبيجز على قلبه. يعني عارف أنت واحد من جوه بيجز، بس هو مش راضي. أنت مش راضي. ليه هو مش راضي؟ لأن هو في الحقيقة ما مارس ممارسة الافتقار إلى الله، ده كان بيتعامل مع الله بالرصيد مش معاملة العبيد. ده هو بيقول لربنا أنا عندي رصيد من الأعمال كيت وكيت وكيت وكيت، لكن هو ما خضعش وافتقر لله كالعبيد. أو طول ما بتديني أنا مبسوط، ولما يعني تمنع عني شوية لحكمتك أبدأ يبقى في عندي نقمة. خلينا أقول إن الناس اللي قعدوا يتكلموا مع الناس على مسألة العقيدة فحولوا العقيدة إلى إيديولوجيا، تحولت العقيدة إلى عقد كنتراته بينهم وبين ربنا. وإحنا شفنا في 2012 إزاي كنتراته بطل، لأن قعدوا يقولوا لنا إن تنصروا الله ينصركم، فإحنا نصرناه فأكيد هننتصر وما عرفش. وبعد كده الأمور دي كلها بطلت. ليه؟ لأن ما ينفعش يكون اللي بيني وبين ربنا تعاقد. اللي بيني وبين ربنا تسليم. اللي بيني وبين ربنا عبودية.
هذا المعنى مش هيحصل بقى غير لما الناس تفهم المعنى، تفهم الحقيقة. لما تيجي تتعامل مع ربنا تتعامل معاملة العبيد، وعشان كده هتبقى الأخلاق مطلقة ومجردة. يعني مش هتخلق مع الواحد لما أدخل في عملية حسابية، أنا سأحسن إليك عندما تحسن إلي. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ببساطة خالص، ليس الواصل بالمكافئ. يعني اللي مش المتخلق اللي داخل في عملية تعاقدية أو عمل كونتراته، لكن المتخلق الحقيقي اللي بيعيش في الأخلاق وكأنه بيسبح في نور. فلما يجي حد يؤذيه وهو ده طلع عليه في الصيام، فإن سبه أحد أو قتله فليقل إني صائم، فهو في حالة مطلقة لا تتأثر بردود أفعال الناس. إحنا عندنا ناس كتيرة تعاملت مع ربنا بالرصيد فما ذاقوش حلاوة العبيد. إحنا كانت دي مشكلتنا الأساسية، قررنا إن إحنا هذا الحقل الواسع جدا الصعب اللي هي قضية إزاي نشتغل على الأخلاق، قررنا إن إحنا ننزل فيها. لأن هي في الحقيقة لو فضلنا بنتكلم عن الدين وعن التدين عن طريق الممارسات، الممارسات هي الظل، الباطن هو الأصل. صح. فالسلوك ظل للباطن، فأنا لو ما أصلحتش الباطن مش هينصلح السلوك. ولذلك ابتدينا في 2021 مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حضرة النبي اللي في إيده مفتاح. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فبدأنا مع حضرة النبي، فانتقينا 20 خلق من أخلاق حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأنا نقول للناس إن الأخلاق دي رسول الله كان لا يحتاج إلى هذه الأخلاق، لكن هو تخلق ليكون هو القائد لنا لكي نعيش في حياتنا. وكان رسول الله يتضايق قوي، وكان يتمعر وجهه ويغضب جدا جدا جدا، زي ما أخرج الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان، إن يجي حد يقول له مثلا وأين نحن منك يا رسول الله، فيتضايق جدا. وكأنه رسول الله بيفهمنا إن مفيش حد كبير على العبودية لله. فيقول له رسول الله إيه لما حد يقول كده ويقول كده، يقول ألا إنني أخشاكم إلى الله، يعني أنا أولى واحد بالعبودية منكم. في ناس كتير لما تيجي تقول لهم اتق الله يقول لك يعني بص لنفسك، لا 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 يا خشية. فحضرة النبي كرس فينا ده، فعشان كده مشينا ورا حضرة النبي. فحضرة النبي أنا دايما بقول إن كاسح معوقات الطريق إلى الله هو حضرة النبي، يمهد الطريق. وعشان كده دايما ليه حضرة النبي قائد؟ كان يجي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك أنا إذا احتمى الوطيس احتمينا برسول الله عليه الصلاة والسلام. ده مين بيقول كده؟ حيدرة سيدنا إمام علي بيستخب ولا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فحضرة النبي هو اللي بيمهد لنا الطريق. فبدأنا في 21 إن احنا خدنا 20 خلق عشان نقدر نعيش بيها، وشعرنا إن حضرة النبي ألا إنني أخشاكم إلى الله، فنستطيع أن احنا نفعل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، لأنه علمنا لكي نسير في الطريق. في 22 قلنا طب واحد ممكن يقول لي السياق بتاعي والكونتكست ما بيساعدنيش على أن أنا أعيش العيشة دي. وإحنا واخدين السيرة وخدنا 20 موقف من السيرة بنقول لهم على فكرة ما فيش فرق خالص، نستطيع أن احنا نعيش بأخلاق حضرة النبي. وسيرته بتأكد لنا أن السيرة سيرة حضرة النبي ما جاءت إلا لتسهل علينا السير إلى الله، فبقت السيرة تسهيل السير إلى الله. فكان ده في 22. 23 بقى اللي هو السنة اللي فاتت قلنا بقى إيه، طب عشان يبقى عندنا الرئتين، إحنا كده خدنا رئة سنة رسول الله، عايزين بقى رئة القرآن. فعملنا السنة اللي فاتت القرآن يبنينا، واكتشفنا اكتشاف غريب قوي، إن إحنا أخدنا آية من كل جزء، فاكتشفنا ان الايه من كل جزء بتبنينا في الست مجالات المهمه في حياتنا. خدنا 5 زي عشان نقدر نمسك ده بايدينا، فخدنا 30 جزء ب30 معنى يبنينا فيه القران. فبنينا في القران الكريم، اتبنينا في علاقتنا بالله، بنينا في علاقتنا في بانفسنا، بنينا في علاقتنا بالعمل، بالاسره، بالسعاده، بالمستقبل. ست اشياء في كل مره 5. السنه دي بقى نعمل ايه؟ ونحتفظ بها بعد الفاصل. استنونا مع الدكتور عمرو الورداني بعد إذنكم بعد الفاصل.
عندنا بقى مشتركات كتير. احنا عندنا مشترك قديم انا والدكتور عمرو، يعني ممكن نبقى نحكي لكم عليه زمان كده. كان في زي لجنه ما وكان ليا شرف ان انا كنت فيها وكان الدكتور عمرو فيها، ودي كانت. لكن اكتشفت ان عندنا مشتركات ثانيه خالص متعلقه بمساراتنا الدراسيه والانتخابيه واحنا في المدارس وحاجات زي كده، ودي هتروى في يوم من الايام في حينها يعني. خلينا نرحب بيك مره ثانيه يا دكتور، وان كان البيت بيتك يعني. الله يبارك في حضرتك. قلت لي بقى 24. 24 بقى قلنا طيب خلاص احنا دلوقتي عندنا رئتين فحصلت لنا سلامة، فاحنا عندنا مشكلة دلوقتي عندنا الهشاشة النفسية. فاحنا عندنا مشكلة في الهشاشة النفسية ضخمة جدا، الناس ما عندهمش صمود نفسي، ما بقوش مستحملين. فنعمل ايه بقى؟ فاتكلمنا عن حاجة، انا مش طبعا الناس هتشوف البرنامج، فاحنا هنتكلم عن السلام. السلام بمعنى السلام النفسي. هنتكلم بقى على السلام بقى، لو قلت الناس مش هتتفرج على البرنامج يعني. فاحنا عندنا السلام يعني شوقنا، يعني بس عندنا السلام بمفهوم الواسع. وازاي السلام ده مرتبط ارتباط كبير جدا 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 برمضان، وازاي رمضان ده حاجه مليئه بمعاني السلام، وازاي هنقدر نخرج معاني سلام كتيره جدا جدا جدا. طب في رايك ليه الناس بقى في عندها الهشاشه دي؟ بص حضرتك، في دايرتين. الدايره الاولى هي دايره الانسانيه. احنا البشر بقى عندهم سبع سمات زادت قوي. السبع سمات اللي زادت قوي دي كفيله ان هي، انا اقول لحضرتك السبع سمات ديت هي اللي بتاهلنا لعصر الروبوت. ان الانسان يخلص، ان نلم الدكانه بقى ونروح ندور على شويه المليار الذهبي بقى. يعني نخلص بقى شويه البشر دول كلهم ويبقى نصفيهم على ايه؟ على السبع، عشان كتروا قوي. فهو اللي حاصل، احنا زاد فينا سبع صفات. الصفه الاولانيه زاد فينا الفردانيه. والفردانيه حاجه غريبه جدا جدا، اكتشفت ده اول مره اقوله وانا بنتكلم على الفردانيه. الفردانيه اكتشفت ان عمق الانسان ليس بما في داخله فقط، بل عمق الانسان يكتسبه مما حوله. يعني لو الانسان متواصل بمن حوله، ولذلك دايما يقولوا المؤمن كثير بإخواني، ولذلك الجنة إخوانا على سرر المتقابلين. فأنت لو لوحدك وعايش لوحدك وعايش فرداني، تلاقي نفسك بتقل مش بتزيد. صح. فالفردانية خلت الإنسان العمق اللي فيه، كثافة الباطن عنده تقل. فدي أدي هشاشة. زود بقى حضرتك على ده كمان، البشر كلهم بقوا مزاجيين، زادت المزاجية بشكل مهول. ولذلك طب أنا هقول لحضرتك، أنا مش عايز أتكلم شويتين ثلاثة في التغيرات، لكن عايز أقول لحضرتك ليه المزاجية زادت. أنا بقول لحضرتك كلام أنا ما بقولوش في البرنامج بتاعي. ليه زادت المزاجية؟ زادت المزاجية لأن هناك من كان لابد أن يجعل الإنسان مزاجيا، عشان المزاجية دي هي اللي هتزود الاستهلاك. صح، 100%. ففي ناس قعدوا يخلوا البشر أكثر مزاجية، فبقى البشر كلهم بقوا مزاجيين، زادت فيهم مزاجية. هم احنا مزاجيين بس زادت فيهم مزاجية جدا جدا جدا. طب وبعد كده ايه اللي حصل في المعلومات؟ زاد التشكك بقى. احنا كنا منتظرين لما تبقى عندنا شبكة المعلومات وبقى عندنا معلومات كتيرة، بس زي ما بيقول تي سي إليوت، تضيع الحكمة تحت ركام الكلمات. فزدنا تشكك وما زدناش، وبقى عندنا فوضى في كل حاجه، بقى عندنا سيوله في كل حاجه، لان الكلام بقى كتير. والكلام لما بيكتر، دايما اقول كده، الكلام لما بيكتر الحقائق بتختفي. طبعا زحمه، زحمه جدا جدا. زاد بعد كده ايه؟ زادت المظلوميه كمان. زادت المظلوميه عند الناس كلها. الناس كتير اغلبهم بقى عندهم مظلوميه، حتى لما بيلاقوش حد يظلموه يظلموا الايام والليالي. أنا اللي عملت فيها الأيام والليالي كده. بعد ما زادت المظلومية زاد الإحباط. فلما زادت المظلومية بقى كل واحد فيهم بيدعي أن أنا مش قادر، أنا ما عنديش، أنا مخزول. وبقت كلمة المخزولية دي بقت تجارة واضحة قوي عند الناس. وبعد كده زادت الإيه؟ زادت الحساسية. عارف حضرتك واضحة قوي في مشهد كده، بتقول هي سابت البيت ليه؟ قالت لها علشان استرست لها على ما أعرفش إيه. فالناس بقوا حساسين من الكلام، من الافعال، من كل حاجه. يعني انا اعرف اصدقاء دلوقتي بتبوظ الصداقه بينهم بعد 30 سنه عشان كلمه، عشان موقف. يا ساتر.
الحساسية زادت وزادت العشوائية. فده خلى الإنسان هش، خلت الإنسان هش بدرجة كبيرة جدا جدا، لأن كل واحدة من دي هلاجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي كان يعلم الناس خلق يقاوم كل واحدة من دي. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ما فيش فردانية، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. كل الكلام ده يخلي الإنسان متين. فيأتي رمضان ده بالسلام، بالسلام إن شاء الله. بالسلام إن شاء الله. نورتني وشرفتني الى ابعد الحدود، وسعيد جدا بالكلام اللي كنا بنتكلم فيه، وبالذات الكلام اللي كنا بنحكيه في الفواصل. فنورتنا يا دكتور كما جرت العاده، ورمضان كريم عليك مقدما باذن الله، وعلى كل حبايبك وعلى كل البشريه قادر يا كريم. اللهم بلغنا شهر رمضان، كل سنه وانتم طيبين مره ثانيه. كل الشكر للدكتور عمرو الورداني امين الفتوى بدار الافتاء. خلص الكلام يمكن النهارده صحيح، لكن طبعا هيكون موجود معاكم حالا كريم رمزي وبرنامجه رقم 10. احنا لو كاننا العمر ان شاء الله بكره نكون موجودين معاكم في نفس الميعاد وبرنامجكم التاسعه. سلامات.